شاهد الظهور الأول لابنتي عبلة كامل زينب وفاطمة. رغم ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا، تعرضت الفنانة القديرة عبلة كامل لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة. وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل من الأشكال، لكن تم نفي الشائعة من قبل زوجها الأسبق الفنان القدير أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة. وعلى جانب آخر، قالت زينب كمال ابنة الفنانة الكبيرة عبلة كامل في تدوين عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده شائعات، شكرا على السؤال. وبمجرد تداول اسم ابنة الفنانة، بدأ الكثير يتساءل عن أبناء عبلة كامل. فباعتبار أن النجمة لم تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ فترة طويلة، لم يكن يعرف عدد كبير من جمهورها أن لديها ابنتان من زوجها الأسبق الفنان أحمد كمال. زينب، والتي كشفت عن أن مرض والدتها مجرد شائعة وهي متزوجة من رجل أجنبي وكانت تعيش فترة طويلة في ألمانيا. والدها عبلة كامل أيضا ابنة أخرى وتدعى فاطمة. وكانت قد كشفت زينب كمال ابنة الفنان أحمد كمال وعبلة كامل قبل شائعة مرض والدتها بيومين عن مشاركتها في مسلسل ما وراء الطبيعة، الذي استوحيت أحداثه من سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، ويعرض حصريا على منصة نتفليكس. وكتبت زينب ابنة الفنانة الكبيرة عبلة كامل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبسوطة أني كنت جزء صغير من مسلسل ما وراء الطبيعة. وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية، مبقراش المستقبل، بس المسلسل معمول حلو قوي واستمتعنا بيه، ومبسوطة قوي أن كريم اللي طلع بيقرأ الطاروت عامل دور جميل، متحمسة قوي للجزء الثاني.